بقى وي بس تحبني نقول ديق وتزرزيق جايين بس فينا مازلنا مبديناش راه اني ذول الفيلم الكل يحكيوا على سونتي مونتال ذول البلاد ما فيهاش برشا فلوس ساعه قبل كل شيء اخذت الفلوس تحيي النفوس كما قالوا سي فغي راه الفلوس واحد هذه حاجه الاولى ومرشي صغير هذا اللي فهموه وهذا ما فهمناهوش نحن زاد كيف كيف انه التوا ما عرفناش نيكسبورتيو ليماج نتاعنا الوغ عندنا برشا حاجات نجمو نيكسبورتيوهم عنوان في حد ذاته اللي فيه وصم اجتماعي ضحكت كيفاش الكلمه تقالت في اخبار الثمانيه في الوطنيه ما هذيك ما هذيك كيفاش فهمت كيفاش اسمه اختراق كذاك فهمت جبت لي مثل في راسي مش يقولوا في بودكاست احنا توا عرفتوا عريان الكذا في يده كذا في صبعه قعدت نظن انه نحن كالعباد اون جينيرال فهمت الكائن البشري فهمت انسى انه الطبيعه هذه ما تخلقتش جوست لي هو برك وهذه راهو هذه موجوده في التربيه نتاعنا راهو هذه موجود في التربيه نتاعنا معناتها انه من الصغرى يعلمونا انه نحفظوا على قلوبنا وانك باش تكون راجل انت باش تكون امراه والراجل يقعد يتسقي يتفرج في التلفزه والمراه تقعد والبنيه تمشي تغسل الماعون وهذيك تلعب بالعروسه وهذاك يلعب بالفوت والمجتمع اللي نحكيوا عليه لو بوفوار دو لارجون الفلوس وهاو العباد كيفاش معناتها القيم نتاعها وين تبدا وين تقف معناتها يتلذذوا هذوما هذا مجتمع يتلذذ وقت اللي يعطي فيك كنيه وقت اللي يحقرك وقت اللي يطيحك من قدرك ويقول لك كلمه هاكا قال لها قبل ما يغتصبها وقت اللي شدها نبدا نحيلها في حوايجها قال لها قال انت تعمل كل شيء على خاطري ها فما بورسنتاج كبير نتاع اختصاب قانوني اونتر غيومي والكل حاول تقص انترنت اليوم على اي مجتمع فهمت وشوف شنو يصير تقف الدنيا لو بروبليم خرجوا لي ترافيستي راجل لبس مرأة ولا راجل عام روحه مرأة او كونتري خذاها تري بوزيتيفمون وبكي فهمت اي نهار الفانتون نجم تاعو حكيت له كل شيء قلت له ما حبيتش عليك انا نقول له كل شيء فهمت قال لي واش كون ربح حتى قلت له انت تربح بيان سور ديما فهمت ان شاء الله ربي يرحمه الله يرحمه